ذاك الوقت اللي صار فترة طويلة بال94 تقريبا يعني كان زواج. لبست بدلة ما مقتنع بها أنا أكيد يعني 100%، لكن هي أول وتالي إيجار، أنت لازم تروح تأجر قار وين تقدر تشتري، من يشتري الريس يشتري قار. يعني أنا من الناس جابوا لي بدلة حماتي لبستها، وبدلات هم مال السبعة هم لبستها. المواطن العادي يقدر يشتري لقاط بالشهر قاطين أو ثلاثة. اليوم ممكن بدلة وسطية مناسبة في حالها يقدر أخذ 2-3 بالشهر، ولو يعني كانت بدلة غالية أو براند عالمي تدري أسعارها غالية، ممكن الشاب العراقي يحصل على بدلة كل شهر، بدلة كل شهرين حسب احتياجه وعمله. أنا حالياً كاني يعني عندي 5،